مساحات شاسعة من المقابر الجماعية لمئات الأبرياء، هذا ما خلفته عصابات الكاني وميليشيات حفتر الإرهابية في مدينة ترهونة. فمنذ تحرير المدينة وطرد هذه العصابات وصد العدوان على العاصمة طرابلس، ما فتئت فرق البحث والتعرف عن المفقودين تنتشر الجثث من المقابر الجماعية الواقعة في منطقة مشروع الربط الواقع جنوب مدينة ترهونة. في البداية طبعا الفرق متواجدة في مدينة ترهونة من يوم 10/6 في مقبرة ما يعرف بمشروع الربط. طبعا في البداية تم وضع خطة تقسيم المقبرة إلى عدة مربعات وبتكليف مباشر طبعا من مكتب النائب العام. الفرق موجودة هنا، طبعا موجودين معنا جهاز مباحث جنائية في عملية التحقيقات، موجودين معنا الطب الشرعي في عملية كشف على الجثث ولمعرفة سبب وزمن الوفاة. طبعا الفرق تشتغل زي ما قلت لك من يوم 10/6 إلى هذا التاريخ، اشتغلنا ما يقارب عن 797 حقل تجريبي، اكتشفنا في مقبرة مشروع الربط ما يقارب عن 25 مقبرة جماعية. فساحة المسجد العتيق دأبت على أن تشهد مراسم تأبين وتشييع لشهداء وضحايا ترهونة لواريهم الثرى وهم ضحايا إجرام عصابة لم يشهد التاريخ لفعلها مثيلا. أهالي الضحايا في بلدية ترهونة وكل مؤسساتها والمسؤولين بها، لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد تحولا كبيرا وتغيرا في المشهد السياسي والعسكري، باتوا أكثر إصرارا اليوم على المطالبة بالكشف عن مصير باقي المفقودين وملاحقة القتلة والمجرمين الذين يتخذون من المنطقة الشرقية مثوى لهم. نستطيع نلخص هذه الأحاديث في عدة نقاط. الأول، العمل الدؤوب على القبض على المجرمين الذين يصلون ويجولون في المنطقة الشرقية والتي منها تم أداء القسم القانوني لمباركة هذه الحكومة التي نسأل الله لها التوفيق. 2، لدينا كثير من العائلات تم هدم منازلها وتدميرها وما زالوا حاليا يا أما يسكنون بالإيجار في بيوت سيئة جدا يا أما لم يعودوا إلى بلدية ترهونة لعدم وجود مكان يأويهم. الأمر الثالث والمهم، وهو لدينا عائلات وأطفال وأرامل حاليا بسبب آلة القتل قضت عن من كان يعول هذه الأسر وهو ليس لديه عمل في الدولة، يعني بمعنى تاني أن شخص يشتغل على حساب نفسه وتم الغدر به وقتله ولديه أطفال الآن حاليا احتمال عايشين على وجبة واحدة، يعني إذا كان تغدى ما يتعشى وإذا كان فطر ما يتغدى، وهذا مسؤولية كل شخص مسؤول في الحكومة. ونوهنا فيما سبق وما زلنا نعطي تنويه لهذه الحكومة الجديدة التي نسأل الله أن يبارك فيها وفي أعمالها، عليهم الالتفات لهم بجدية وإثبات حقوقهم مثلهم مثل باقي أهالي الضحايا والشهداء. جرائم ارتكبت بحق أهالي ترهونة لا ينبغي أن تسقط بالتقادم. إذا ما أراد المعنيون بإدارة شؤون الدولة أن يعم العدل الذي لن يكون إلا بإنصاف المظلومين وإحقاق الحق على يد العدالة والقضاء. نترحم على شهداء أبناء ترهونة الذين ألقوا حتفهم في المقابر الجماعية من عصابات الإجرام الكاني، وهذه قضية ترهونة معاش بدت مخفية عليه بالنسبة لمرأة ومسمع العالم كله، مش ليبيا بس أو حكومة ليبيا. والله هي متمنى من حكومة دبيبة أن تحط في اعتبارها أو تأخذ بمحمل الجدية قضية ترهونة، وفي بعض من الناس تسعى إلى مصالحة وطنية، وبالنسبة لنا احنا كأبناء ترهونة وأهل ضحايا احنا ضد أي مساعي من أجل الإصلاح أو من أجل المصالحة الوطنية. يعني لن يقوموا بالإنصاف والحق وأخذ وجبر الضرر الأهالي
وجلب الناس المجرمين الذين احتوتهم من المنطقة الشرقية وحضنتهم وحمتهم وتقديمهم للعدالة وللقانون. نطالب من حكومة الوحدة الوطنية أخذ حقوق ضحايا أهالي ترهونة في المقابر الجماعية، الكشف عن باقي المقابر اللي موجودة، لأن أغلبية الجثمين لم يتم استخراجها، ونطالب بالسلطات القضائية بالإسراع في القبض على المجرمين، ونطالب الحكومة الوحدة الوطنية بإدراج الشهداء والمفقودين في وزارة الشهداء والمفقودين، ونطالب حكومة الوحدة الوطنية بالقبض على المجرمين طبعا في المنطقة الشرقية. قضية ترهونة، نطالب حكومة الوحدة الوطنية العدالة الانتقالية والقصاص من العائلة الإرهابية المهمة، العائلة الكاني المجرمة، قصاص منهم، ولن نسمح بدخول قضية ترهونة في بنود المصالحة الوطنية اللي حاليا مشكلينها وزارة، لأن قضية ترهونة يعني مفصولة كل الفصل عن موضوع المصالحة، عبارة عن مجرمين أطفال عائلة الفلوس ونساء عائلة هرودة ورجال، يعني فيها أكثر من 1000 قضية منذ سنة 2012 ونحن نتعرض على لبطش هذه العائلة المجرمة. يعني قضية ترهونة لن تسقط بالتقادم، قضية ترهونة بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، لا ما دخلهاش بموضوع لا ان فلان مع فلان ولا ولد الفلوس معاد يبي حفتر ولا يبي الوفاق، ما دخله في شيء، فهمت؟ جو قتلوه على خاطر ان انصباتهم من زاوية والله ولد عمه يقاتل في مع الوفاق. يعني هذا هو موضوع ترهونة مفصول كل الفصل عن المواضيع هذه، وإن شاء الله خير.